نستقبل معنا ايمان هذه المره من مراكش. صباح الخير ايمان. الو اختي عفاف. صباح الخير. مرحبا بك. صباح النور ايمان. تحيه الدكتور ديالنا تحسناه. مرحبا ايمان الله يحفظك. تحسناك انت عفاف. شكرا بزاف. شكرا والله العظيم ما تنساش وحشتكم. مرحبا ايمان. عندي ثلاثه الاسئله الله يسهل عليك الدكتور جاوبني عليهم. كل فرح. يرحم لك الوالدين. كل فرح. انا راجلي مات في ذاك الواد اللي حمل سارودان. الله اكبر. باقي ما لقاوهش لدابا ولا صحق الله. وعندي 25 عام وعندي بنيته عندها 2 سنين وحامله. يلا عندي 15 يوم دابا. عندي انا من قالوا لي راجلك داه الولد انا فضت بالدمايات ما عرفتش شنو ندير ولا صحق الله. تيقول لي ما تخرجيش. نعم. تقول لي ما تخرجيش للزنقه ثقه وراجلك ودفنيه ندير صحك الله. ما عرفتش شنو ندير. عندي امي تزغوت بالحريق في كرشها وبرجليها الكلاكاج وانا اللي خافني نقابلها وانا عندي 15 يوم الا بغيت نهزها خافني شي حد اللي يعاونني. وخويا ما كاينش في المغرب كاين برا وتنبغي نهزها تنحس بكرشي بحال بغات تقطع عليا. ما عرفتش شنو ندير. وثالث سؤال واش انا الدم اللي تيطيح ليا واش عادي وانا عندي 25 عام ما فهمتش. مشيت عند واحد الطبيب البارح قال لي ما عندك حتى شي حاجه هي الخلعه واش وبقيت متنويه بوحدي ومع الصبا والفقصه اللي فيا والعصب والدار عامره وباقي ما لقاوهش. نعم. والبنت مصدومه ليا ما تتهضر ما تتكلم ما قدرتش نقول لها ربك ما كاينش باقي ما قلتهاش ليها. البنت تقيه ليا بالدم تقول لي يا ماما شي حاجه تتحرقني في صدر. المعمره ما عندها لا صدر لا والو تتقيه وتخرج لها الدم من ودنيها ما تتهضر ما تتكلم تقول لك بغيتي بابا ما قدرناش نقول لها ربك راه مات. مخبينها عليها لدابا ما فهمتش شنو ندير. انا قررت نحماقي بوحدي. نعم. بنتي تقول لي دي عند شي طبيب نفساني تقول لها بنتي تتقيه الدم وانا وندم. امي مريضه من جهه بزاف عليا هذا الشيء. نعم. كان جوج دقات جاوني واعرين با. نعم. وخويا داهم الواد كيفاش ندير. امي لا صحك الله وانا لا صحك الله ما لقيتش كي ندير نخرج. دماياتي وبنتي هكاك امي تتغوت بالحرق في رجليها وفي كرشها ما عرفتش شنو ندير. ديت عند طبيب امي ما بغاوش يشدوها ليا. انا مشيت ديت بنتي ومشيت انا ما بغاوش يدخلوني حيت راجلي اللي كان خدام تيصرف عليا انا وبنتي ما عرفتش شنو ندير. درت كل تحاليل البارح قالوا لي ما عندي حتى شي حاجه الحمل مزيان. شفتي الاخصائي شفتي الاخصائي ديال الامراض ديال النساء والتوليد. مشيت عنده ولي مشيت عنده دخلني قلبني دار لي التلفازه قال لي ما عندك حتى شي حاجه. دار لي التلفازه الجاني قال لي ما عندك حتى شي حاجه. قال لي هاد الدم لا شي هبط ما عرفش. قال لي يقدر يكون العصب الخلعه ولا مرض نفساني ولا هادي شي راجلك. قلت انا ما عرفتش كي من بنتي قلت حتى بنتي قال لي ما عطاني حتى شي دواء. قال لي ما عرفتش هادشي مناش. انا براسي حرت وليت خايفه لا يطيح لي هادشي اللي في كرشي باقي الراجل ما لقيتوش. نعم. وانا اللي صيفطتو لدارهم دارهم تارودان. ندمت لي صيفطت با خويا لتارودان. دابا اسمحي لي ايمان دابا الزوج ديالك والاب ديالك والاخ ديالك بثلاثه ما لقوهمش بثلاثه ما لقوهمش ثلاثه من الناس. نعم. ربي يكون لك عوينا ان شاء الله ايمان. وصراحه فاجعه للمغاربه كلهم. نعم. العام وشفنا ربما صور وشفنا فيديوهات ايضا والاعظم من الفاجعه. نعم. هو هذا الشيء اللي كيعيشوا هذه الاسره. فعلا دكتور ودغيري مؤسف جدا ايمان والله العظيم الكلمات تعجز يعني مهما وسيناك. انا بغيتي واش بنتي ما عندها حتى شي حاجه. ديتها للسبيطار درت لها الراديو ديال الصدر درت لها كل شيء. ما عندك حتى شي حاجه. عمرها ما شفت حتى شي حاجه. قناه امونه المجنونه. شكرا. بعثت انا يا من قال لي راه راجلك وخوك وباك داهم الواد يا راجل يمشي عند با امو. مشى مع با خويا قال لي حنا نمشيو معاك نديروك في الطوموبيل. ما لقاوش داو الواد. البنت تقول لي فين بابا. تنقول لها باباك راه خارج مسافر. ما قدرتش قالت تشوف الغوات في الدار. بعثتها ديتها عند راسك قلت لها بنتي ما تعرفش. دابا البنت تجي تقول لي بغيت بابا ودخلت للمدرسه. شحال في عمرها بديتها؟ شحال في عمرها؟ عندها 5 سنين. 5 سنين. دابا تقول لي تجي تضرب في راسها وتقطع في حوايجها
وتتقي هي الدم وتيخرج لها الدم من ودنها، وانا تنشوف بنتي بديك الحال تيهبط ليا الدم ما بقيتش قادره. عندي 25 ولا في حق الله، ومتيبغو خدامه نشتو خدامه، قلت لها حتى في حيدي حق الله، وتنصرف راسي نصرف على ديك البنت من مرضتي. امي التقاعد ديالها باقي ما عطاوش لها، باقي ما مشيتش تصايب تحت، باقي ما لقاهوش. حتى واحد الحاله ما قعدتش من دماياتي، ما فهمتش انا دابا. دابا انا تنهضر معاك راه دماياتي. قال لي نوسي عندك دابا ارجونس، كيفاش ديني كيفين انت؟ قال لي طوي ما عندك حتى شي حاجه، كيفاش الناس دني وتحاليل هما؟ قال لي عندك عند شي طبيب واحد اخر شوف هذه الحاله مناش. قلت لي نمشي للسبيطار ديال الدوله نشوف واش يقولوا لي. لا شدوني انا كي لا شدوني، راه هاد البنت امي فين غنخليهم؟ شي ما عنديش. قال لي احنا نقابلوهم. دابا انا ما عرفت، عطيني شي حاله الدكتور مع ليا انا والبنت. يوجهك دكتور ودغيره ايمان، وشكرا لكم. شكرا لانك تواصلتي معنا، شكرا لانك ثقتي فينا وبقلبك يعني مفتوح، عاودتي لينا على الامور اللي كتعاني منها، وكيف ما قلنا راه فاجعه عاشوها المغاربه كاملين. ربما الانسان اللي كان كيشوف غير الفيديو ولا الصور ديال الارواح دكتور ودغيري وهي كيجرف هذاك الواد وكيفاش غادي بها، فالانسان كيقول هو الزوج على الاقل باللي كان في زياره للام والاب ديالو، ربما الوالدين ديالو، الاب والاخ ديالها رافقوه ما رجعوش بثلاثه لحد الان، حتى الجثث ديالهم ما لقاوهمش. فكل الكلمات والله العظيم ما عرفتش شنو نقول لايمان، ومهما واسيناها مهما ربما مسكينه للاسف حتى الحمل كيكون ثقيل بزاف دكتور ودغيري، ربما كاين الناس اللي ما كيتفهموش بعض الامور نهائيا، فعلى الاقل دابا كيف ممكن نوجهوها باش الحماله ديالها على الاقل تمر بسلام. المشكل النفسي دكتور ودغيري ممكن يخليه، يعني كنت اسفوا ان هذه الفاجعه اللي وقعت للمغاربه، ومخل دابا خصوصا الناس اللي فقدوا شخص، او دابا السيده فقدت ثلاثه ديال الناس من الاعزاء من الاقارب، ولا واحد بنت الجثه ديالو، ولا واحد يعني، واكثر من هذا يعني حامل وعندها يعني مسؤوليه مع البنيته ديالها، وبالتالي يعني ما كنشوفوش يعني خصنا المسؤولين يتحركوا في الامور بحال هكا. راه تكون مواكبه نفسيه لهاد الناس هذو اللي فقدوا هاد الاعزاء ديالهم، ما يمكنش نخليو هاد الناس لراسهم. هما يمشيو يقلبوا على الطبيب، يمشيو يقلبوا على هذه، خصها مواكبه نفسيه قويه، لا بالنسبه لها ولا بالنسبه للبنيته ديالها ولا بالنسبه للمحيط ديالها، لان هذه مساله فاجعه. والام ايضا، لان الام راه فقدات الزوج وفقدات ابن وفقدات كذلك نسيبها اللي هو راجل بنتها. يعني هادو الناس اللي خصهم ماشي فقط غير مواكبه نفسيه، يعني بجميع الكلمات اللي كتحملوا معنا، يعني مساله مهمه جدا. ما يمكنش الناس نخليهم فقط هما يمشيو يسولوا ويقلبوا وياخذوا الدواء، هادشي ما يمكنش يتصوروا شي عقل. ثلاثه ديال الناس توفوا والله يرحمهم، ماشي سهل يعني بواحد هاد لي كونديسيون، هادشي راه فهو مساله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فبالنسبه للاخت ايمان هي شافت طبيب اخصائي في النساء والتوليد، الحمد لله ان الحمل يعني حد الساعه ما فيش مشكله. كاين نزيف، كيكون نزيف عند النساء اللي كيتعرضوا لواحد الضغط نفسي قوي، او واحد الحاله النفسيه تقدر تكون كيسمعوا شي خبر بحال ايمان. نعم نزيف بسيط، هي قالت بلي غير قالوا لها ربك وخوك وراجلك اداهم الواد، هي داه النزيف. نعم فمن الافضل هي لهذ الحاله كتكون الراحه، وكيكونوا بعد المسكنات باش ترتاح. فهنا كيكون اللي كنصحوا بها الراحه يعني التامه، وبعد المسكنات اللي غادي ان شاء الله وتبقى المتابعه. نسيت ما سولتش شحال المده ديال الحمل ديالها. على كل حال، فعلى كل حال ما قالت ان شاف الاخصائي وان الامور مزيانه، كتبقى المحيط ديالها البنيته ديالها اللي هي كذلك المشكل ديال النزيف الودنين كيتزادوا الدم. هنا يعني ما عرفتش كيفاش نربط العلاقه بهذه، لان ملي كان الدم نزيف راه كاين مشكل عضوي، فغادي نشوف اخصائي ديال الامراض ديال الاذنين والانف والحنجره، ونشوف واش كاين شي مشكل على مستوى الاذنين، شي بروبليم في التامبون ديالها وفي لوغيانتير، فهنا يكون واحد الفحص تكون، ومن الافضل يشوفها اخصائي كذلك الطب الاطفال بيدياتر تكون متابعه. ولكن اللي كناكدوا عليه ناكدوا عليه هو المواكبه النفسيه، راه ما يمكنش نخليو الناس بهذا الشكل هكا، راه تكون واحد الصدمه نفسيه اللي غادي تكون حطوا لحياتهم لهاد الوليدات ولهاد الناس هذو، لان المساله ماشي سهله. ثلاثه ديال الناس يعني ولا واحد فيهم يتدفن ولا واحد يلقاو الجثه ديالو. دابا الى على حد علمي ما كاينش حد، ما عرفناش حتى العدد ديال الناس اللي توفوا، لان بزاف عدد اللي تعلموا عدد ما تلقاوش. ايمان هاي عائله وحده، ثلاثه ديال الناس عائله وحده، وعدد ديال الناس كنسمعوا ماتوا يعني من هنا ومن هنا، فما عرفناش شحال. خصوصا انه واش تحركت واحد الخليه عينتها وزاره الصحه باش تواكب هاد الناس، هذه مساله اللي هي مفهوم منها، ما يمكنش انهم
ماشي واحد ولا جوج، غادي ربما 20 او 30 او حتى اكثر، وضيف عليهم الاسر ديالهم الاسر، فهنا خاصنا مواكبه نفسيه لهاد الناس هادو، ما يمكنش نخليهم لراسهم راه صدمه كبيره اللي غادي يعني من طول حياتهم، ما يمكنش ولا بدا تكون مواكبه نفسيه وعلاج. نتمنى ان شاء الله يعني على الاقل المسؤولين كيف ما قلتي يتحركوا دكتور الغيري، دور ديال الجمعيات ما كرهناش تكون دابا في الاستماع شي جمعيه في مدينه مراكش او لا تاخذ بريد ديال الايمان او تاودان، اي الناس اللي تاودان المواكبه النفسيه نعم، وربما حتى الدور ديال المجتمع، فعلى الاقل مثلا هنا معروف روح التضامن على المغاربه، فعلى الاقل الجيران او لو يكونوا متفاهمين، هي راه تكلمات قالت دابا الدار دائما عامره، ولما كتشوف سيده عندها نزيف وحامله والبنيته كتعاني والام كتعاني والدار عامره، فبالنسبه لهم راه حمل اللي هو ثقيل بزاف، فعلى الاقل مثلا الجيران او العائله او لا، فهاد الناس راهما محتاجين لكم بزاف، روح التضامن هنا فين خاصها تبان. فنتمنى ان شاء الله يسمعوا خبر الخير يا رب في القريب العاجل، ونتمنى ايمان ترجع تواصل معنا ان شاء الله، ولا نربطوا بها احنا الاتصال ان شاء الله وناخذوا اخبار منها. ناخذوا معنا اسيا على الخط هذه المره من وجده، مرحبا بك اسيا. السلام عليكم لاله عفاء. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور، اثر فينا بزاف هاد السيد، الله يجعل يكون معاها فينا هذا الشيء نطلب الله يا رب. الله يجازيك بخير. انا عندي واحد الاخت كان عندها نهار الاول قالوا لها لوبيس، ومن بعد رجعوا قالوا لها بولياتري تروماتويد، تبع الدواء ديالها هذه 17 عام هو فيها. المشكل لانها وهي ما بقاتش تيكيليبر، وعطاها الدكتور الباطيني واحد السكانر ديرو، داك السكانر في لا كونكلوزيون خرج لها تي دي ام سيريبرال نورمال، وخرج لها اسبي دان بوتي مينانجيوم كالسيفيي باريتال غوش. والمشكل هي ما عندهاش الخبر، انا اللي ديت لها لو سكانر. ملي سولت الدكتور في الاول ما قال لي والو، قلت له دي سكانر شنو فيه؟ قال لي شويه وصافي، غير قال لي شويه وصافي، وما عرفناش بالضبط، وانا ما باغياش نقول لها. قالت لي شنو قال لك على السكانر؟ قلت لها ودي ما قال لي والو، عطاني لوردونونس فيها الدواء وصافي، بغيت غير نعرف بالضبط شنو هو هذا الشيء. نعم، دابا المشكل واش عندها ان لوبيس ولا عندها اون بوليتريماتوريد؟ سمعتها دكتور نهار الاول، هي ما كانش عندنا طبيب باطيني على برا بخيني، كان غير في واحد ديسبونسر. الطبيبه اللي كانت متبعتها تاع الطب الباطني قالت لها لوبيس، كانوا عاد التحاليل يداروا في الخارج ماشي هنا، قالت لها لوبيس. من بعد راك عارف لي ديسبونسر ملي كانت تمشي ما تلقاهاش وداك الشيء، قالت لها ودي انا عندي فلوسي اللي عندك على برا مداوي على برا، قالت لها ما كاينش على برا. واحد الوقيته وصلت تقريبا حتى لونديكاب، هاد الدكتور حل هنا. اسمح لي مدام، لونديكاب يعني المشكل على مستوى المفاصل؟ على مستوى المفاصل ولا حتى في الحركه؟ الطوموبيل الا جات لا على المفاصل، وحتى الطوموبيل الا جات تركب خاصها تبقى تجلس هكا وكتجرجر باش تجلس فوق الفوتي. من باب الحق الصراحه هاد الطبيب اللي متبعها زعما نقولوا الصراحه متبعها عنده، هي كل 3 موا راها عنده التحاليل متبعد وهاني مزيان. متبعة دروك قال لها هو بولياتري تروماتويد، ولكن ديغنيغمون في سكانر انا شفت هي شويه ما قارياش مزيان، داير لها سكانر لوبوس سيستيميك. لو سكانر؟ لا في رونسينيمون كلينيك يعني ميكسب وغا يمكن يمكن انا ما عرفتش مزيان. ومن بعد ملي خرج الريزولتا في لا كونكلوزيون هذا الشيء اللي خرج الدكتور اللي قلت لك هذا ميننجيوم كالسيفي، ما عرفتش انا شفت في الانترنت ولكن ما بغيتش نقولها، نقول لك الصراحه. نعم نعم داكور. شكرا دكتور، واخا لاسيا، شكرا شكرا لك لاسيا حبيبه ديالي، الله يحفظكم. يا رب يا رب امين. شكرا لك تواصلتي معنا من وجده. نعم، يعني الفرق مهم بزاف باش التشخيص، محطه ديال التشخيص مهمه جدا، لان هي نعرفوا المتابعه التحاليل، يا غنمشيو في الطريق الصحيحه يا غنضيعوا الطريق وغنبقاو غاديين في الطريق اللي ماشي هي. تماما، وكاين ادويه اللي ما خصناش نعطيو في اللوبيوس نهائيا، مرض الذئبه الحمراء، لان المرض الروماتويد لا بولي ارتيت روماتويد او المرض الروماتويد كيصيب المفاصل. نعم، تشوهات على، كنا تكلمنا عدة مرات، تشوهات على مستوى المفاصل، آلام على مستوى المفاصل، الأطراف، اليدين، خصوصا اليدين، الرجلين، يقدر يكون مفاصل أخرى. وكيقدر في بعض الحالات أن المرض الروماتويد يصيب بعض الأعضاء، منهم الرئة، يقدر القلب حتى هو، يقدر العينين، نادرا نادرا، ولكن خصوصا المفاصل، يعني هو المشكل. الذئبة الحمراء لا، الذئبة الحمراء من ضمن العلامات يكون مفاصل، ولكن غالبا كيصيب أعضاء اللي هي حيوية، يقدر يتصاب الدماغ، يقدر يتصاب الكلي كيف ما قلنا، يقدر يتصاب الاماكن اخرى. فهنا ملي كيتصاب الدماغ كيتسمى لو نيورو لوبوس، لو نيورو لوبوس. وهذا لو نيورو لوبوس في علامات كثيره، اما يقدر يجي الصرع، اما يقدر يجي واحد جلطه دماغيه عند الشاب، تلقى ولا شابه عندها 20 او 30 سنه وجلطه دماغيه. هناك يسمى الانفلامتو، يعني التهاب على مستوى الشرايين. لوبوس كيصيب الاعصاب،
اما الاعصاب على مستوى الدماغ ولا الاعصاب على مستوى الاطراف السنترال ولا بيريفيريك. فهنا في هذه الحاله ديال هذه السيده وهذه العلامات انها كتلقى مشكل حتى في الحركه وفي المشي هنا ربما العلامات خصوصا عندها علاقه باللوبوس الذئبه الحمراء وماشي لا بوليتروماتويد. هذه مساله مهمه جدا. كتبقى انه ملي دار السكانير بان واحد العلامه كتسمى واحد بمأمنة جمعي واحد الكويره او نقول بنت على مستوى الدماغ اللي هي كالسيفي وقديمه سنوات وهي عندها وتم اكتشاف السكانير. هذه ما عندها علاقه بهذا المشكل اللي كتحس به. اللوبوس كنشوفوا الدماغ وكنشوفوا الشرايين ديال الدماغ. هنا من الافضل دير سكون ابل اون انجيو اي ار ام سيريبرال. انجيو اي ار ام سيريبرال يعني راني المغناطيسي اللي كيهتم بالدماغ وكيهتم كذلك بالشرايين اللي كيوصلوا الدم للدماغ. انا نفضل ان ندير هذا الراديو احسن ما دير السكانير. واما هذا المينانجيو اللي تكلمت عليه لا اظن هنا عنده علاقه. تقدر تاخذ راي ديال الاخصائي في الجراحه ديال الدماغ والاعصاب النيوروشيرورجيان اللي هو اكثر يعني تجربه في هذا المجال هذا. لكن فحنا كنشوفوا النظره الشموليه لا اظن ان عندها علاقه بهذا المشكل ديال اللوبوس. نعم نستقبل معنا هذه المره الحسن على الخط من تاهلة. مرحبا بك الحسن. السلام عليكم استاذه. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. وكنشكركم على هذا البرنامج الله يجازيكم بخير. الله يكرمك. هذا واجب السي الحسن. مرحبا. الله يرحم الوالدين واخا ربما غيقطع لي الخط دابا. الله يجازيك بخير استاذه. بغيت نسول الدكتور على واحد عندي واحد المشكل. نعم نعم. دابا هذه شي 3 سنين وانا هكا ديما كنتنخم الدم. بعض المرات كيجيني كيصبر عليا واحد السيمانه ولا ملي كنعس هكا بالليل كيجيني ديك التنخيمه ديال الدم قاسحه بزاف وكنتنخم الدم بزاف وما عرفتش مناش زعما الحمد لله ما كندخن ما والو ما عرفتش. شحال المده دابا السي الحسن شحال المده دابا وانت عندك هذا المشكل؟ عندي الاستاذه دابا تقريبا شي 3 سنين هكا. 3 سنين واش كتحس؟ وما كنحس زعما لا بالحريق لا بحتى شي حاجه ما كنحس بوالو. واش كبدا تكحب وكتنخم الدم ولا كتخرج تنخيمه بلا ما دير هذا ديال المجهود ديال الكحه؟ يا دكتور لا بعض المرات كنكح كامل. المهم هذيك الكحه كتجيني مني كيجيني الدم كتكح حتى كتنخم الدم ماشي كتخرج راسها. درت الراديو هكا درت الاشعه درت الراديو جوج مرات درت النخيمه ديال سميتو ديال التنخيمه على حساب الاشياء والدمال وما قال لي ما عندك حتى شي حاجه. نعم داك هو خاص. شحال في عمرك السي الحسن شحال في عمرك؟ عندي دابا تقريبا شي 36 استاذ. 36 سنه ما تعرفيش هاد الايامات ما نقصيش في الوزن ديالك ولا شي لا 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 الوزن تقريبا